طويله طبعا مع الليفر اند دايابيتس لحاجات كتير جدا علاقه طبعا ما بين دورتي الجسم. يعني دايابيتس طبعا دوره الاندوكراين او دوره البادي مع الدايابيتس سوري مع الليفر اللي هو طبعا احد التفسيرات العلميه للقران خلقنا الانسان في كبد وقال هذا الكبد هو الليفر بتاعنا بجهده بالمجهود اللي بيعمله في الجسم بتاعنا. طبعا علاقه طويله جدا اهمها الحاجه اخر احصائيه للـ WHO قالت على نسبه في مصر والصومال اكثر دولتين 50% من الديثز في هذه المنطقتين كان بسبب الليفر ديزيز. حاجه ثانيه الدايابيتس ذات نفسه معايا حضراتكم ان هو بقى خلاص اندمج اللي احنا عمالين كل سنه بيطلع اكتر واكتر واخر اي دي اف اطلس قال خلاص اكتر من 7.5% في المصريين هم بقوا دايابيتك. زي ما قلت 30% of patients with cirrhosis have diabetes. Diabetes اللي هو بتاعهم ده هيباتوجينس diabetes. Insulin resistance seem to be a pathophysiological basis of diabetes liver disease. ده حضراتكم العلاقة ما بين type 2 diabetes as risk factor of NAFL and HCC اللي هو عبارة عن type 2 diabetes ذات نفسه مع الأوبيزيتي مع الهايبرلايبيديميا هيدوني النفل هيدوني السيروسس هيدي HCC وده كان regardless للالكحوليك اللي معانا. برضو نسبة ال HCC والفايبروزس بتزيد أكتر من 3 فولد في البيشنتس اوف هيباتيتس سي اند diabetes. Matter of debate هل type 2 diabetes هو اللي عمل السيروزس ولا السيروزس هو اللي عمل الليفر ديزيز؟ كل ده هنشوفه مع بعض. الليفر دامج اللي بيحصل بيه اللي معلش كومبلكس لايت شويه اللي هو الليفر دامج اللي هو اللي بيحصل مع type 2 diabetes دي الهيباتوسايتس بتاعتنا معايا حضراتكم ده type 2 diabetes معايا حضراتكم هيزود الفري فاتي اسيد دي اساسا الفات سيل معايا اللي هو الاديبوس فات سيل اللي في السنترال في السنترال اوف ذا ابدومن ودي تايب 2 دايز حد هايبرجلايسيميا هايبرجلايسيميا في نفس الوقت هيزود الفري فاتي اسيد الاديبوس تيشو هيقلل الاديبونكتين كل ده مع بعض هيديني حاجه اسمها هايبر انسولينيميا انسولين ريزيستنس هتخش على الليفر سيل هيزود الدينوفو لايبوجينيسيز هيزود الفري فاتي اسيد هيزود الاوكسيديتيف ستريس في الميتوكوندريا البيريكزومز اند الفري فاتي اسيدز هيزيدوا جواها كل ده هيعمل لي السياتوزس هيقلل الكونسامشن بتاع الفيلي لو دينستي لايبوبروتينز كل ده مع بعضه مع وجود الليبتون مع وجود التيومر نكروزس فاكتور الفا مع البعض كمان انفلاماتوري ماركرز معانا هيتحول الى انفلاميشن اند نكروزس وفي النهايه ينتهي بفايبروزس. سو ده بيحصل في الدايابيتك ليفر سبيشالي لو ديفلوبد فاتي ليفر معانا. ريبورتد انستنس اوف جلوكوز انتوليرانس موجود معانا فارز ما بين 60 ل 80% في الدايابيتس بتوين 20 ل 60%. دايابيتس مانيفست از هيباتوجينس كان بي كونسيدرز از انديكيتور ادفانسد ليفر ديزيز. وحقيقي هيباتوجينس دايابيتس حته اللي هو اللي احنا دايما دايجنوز باي اكسكلوجن. هو الديفينيشن بتاع النقل او الديفينيشن بتاع الكلام ده وبيحصل في دايابيتك بيشنت وبيحصل في ليفر بس ويتش ليفر لازم يكون الليفر ده نورمال نوت الكحوليك ويعرفوها ان هو اقل من استخدام 20 جرام الكحول بير داي. الحاجه الثانيه ان الاي ال تي هو اللي بيبقى اعلى اكتر من 2 فولد من ابر ليميت اوف نورمال اوف ذا بيشنت واحنا ما نعرفش النورمال بتاع البيشنت بتاعنا ايه. معايا حضراتكم حته الاي اس تي وحته الجي جي تي داخله معانا بس الجي جي تي هنا از انديكيتور اوف اكتيفيتي اوف ذا بروسيس نوت از اكوز. فديت كلها دي اكتر حاجه اكوردنج تو الادا ديفينيشن معانا. في اذر كرونيك ليفر ديزيز فاكتورز زي ما اشار الاستاذ الدكتور عاطف على الهيموكروماتوزس الاتش تي دي اتسلف وهو بيعمل انسولين ريزيستنس والدايابيتس مع وجدوا طبعا ان وجود اتش تي في نسبه الدايابيتك معاه عاليه وجود الدايابيتس مع ذات نفسه مع الاتش تي في ولقوهم برضه وجدتهم عاليه الكريبتوجينيك سيروزس ودلوقتي اتقال عليه الدايابيتس احد الفاكتورز بتاعته احد الفاكتورز بتديني كريبتوجينيك سيروزس وفي النهايه ينتهي البيشنت بتاعنا في سيروزس وانا مش عارف سببه ايه بس احد الفاكتورز المهمه جدا في الباثوفيسيولوجي بتاعته هو الدايابيتس. كل ده مع الكحول مع النفل هيحصل لي هذا في النهايه هيزود المورتاليتي ريت والبعبع الكبير اللي هو اتش سي سي واللي احنا ممكن بتلاقي فجاه كده واحد باتش سي سي معانا اساتذتنا الافاضل دكتور ممدوح
دكتور عبد الرؤوف دكتور خالد موجودين كأساتذتنا الفاضل في الجاست دكتور حضرتك الجاست الانترولوجي. الباثوفيسيولوجي بتاعته المين اكشن بتاعنا الانسولين ريزيستنس والبورتو سيستميك شانس. ليه؟ لان الانسولين هو سيكريت باي بيتا سيلز ذات بعد الفيرست باس ميتابوليزم عن طريق بورتر سيركيوليشن 50% منه بتحصل لها ميتابوليزم و50% بتخش وبتطلع تاني على السيركيوليشن. يعني لها مجرى واحد بس هو البورتال فين. لكن مع وجود الشانس ففي حاجات بتسكيب من هذا الفيرست باس ميتابوليزم. الحاجه الثانيه حضراتكم ايه الريدكشن اللي بتحصل في السنسيتيفيتي بتاعه البيتا سيل تو برودوس انسولين. يعني بوز يعني في النهايه بيحصل انسولين ريزيستنس في الاول وفي النهايه بيحصل نوع من انواع البيتا سيل انرشيا زائد الديجريديشن بتاع الاذر هرمونز الكوهرمونز اللي هي ممكن تكسر عن طريق الليفر طبعا بتزيد معانا اللي هي ضد الانسولين. دي موضحانا معانا حضراتكم اللي هي الهايبر انسولينيميا اهم حاجه الليفر سيروزس هيديني انسولين ريزيستنس عن طريق حاجتين اليوتيلايزيشن ولقوا هنا برضو الجلوت 4 في الناس دولت هو المسؤول عن اليوتيلايزيشن بتاع الانسولين او عن الجلوكوز والانسولين وهو الموجود في الليفر وفي الفات سيلز. هذا في الليفر ام سوري عند المصل ان هذا الجلوت 4 بيحصل له نوع من انواع برضو السبريشن مع الناس الهيباتيك او مع الناس في الايرلي في الدايابيتس. دول هيعمل لي انسولين ريزيستنس مع الديكريز كليرنس زي ما قلت عن طريق البورتو سيستميك عن طريق الباثولوجيكال ليفر وانكريز البورتو سيستميك شانت هتديني هايبر انسولينيميا. ده مع بعض هيديفلوب دايابيتس هيقلل الفانكشن اوف بيتا سيلز. في نفس الوقت معايا حضراتكم النون الاوكسيديتيف ستريس والميتابوليك انفيرمنت والجلوكوز انتولرانس هيبتدي يطلع معايا. الهيباتيك فاكتورز لو كان البيشنت بتاع ده الكحوليك لو كان ار ديفز هيموكروماتوز او اتش سي في اتش سي سي الاذر فاكتورز اللي هي الموجوده الجينيتكس بتاعتنا النون هيباتيك فاكتورز غير الجينيتكس والانفايرمنتال. وافتكر استاذ الدكتور عبد الرؤوف العظم من اوائل الناس اللي ربنا يديله الصحه اللي اتكلم على الليفر والانفايرمنت كانت مؤتمراته ومزار ربنا يديله الصحه كان اول واحد اطرح هذه الكلمه صراحه اول مره اسمعها من وانا لسه طبعا مدرس صغير يعني وما زلت طبعا صغير قدام اساتذتي. الحاجه الثانيه الجلوكاجون والجوس هرمون الاستروجين فاكتور 1 وفري فاتي اسيدز والسيتوكاينز كل ده بيبقى معانا. وجدوا برضو الاتش سي سي بتطلع انسولاجوس فاكتور 2 وانسولاجوس فاكتور 2 ده بيعمل لي نوع من انواع اما الهايبو هايبر جلايسيميا حسب وجوده قدام انسولاجوس فاكتور 1 وحسب البالانس اللي بيحصل انا هنا خلاص البالانس اختل اختفى معايا النورمال بتاعنا البالانس الرباني اللي هو الموجود معانا البروجرام الكمبيوتر بتاعنا فيروس معايا حضراتكم وابتدى يختل يطلع فينا المشاكل اللي معانا. انسولين ريزيستنت طبعا في الليفر سيروزس وتايب 2 دايابيتس طبعا اساتذتنا في الهيباتولوجي وفي الانترفيرون وفي 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 في الكلام ده بيعطوه طبعا اكتر منا خبره حته ال وجود الانسولين ريزيستنت ذات نفسها جاست انه بيديكريز الويت للبيشنت بتاعه ابسوليت كونتر اندكيشن تدي مثلا في موربيد اوبيزيتي انترفيرون حتى لو هو كان كرايتيريا. ليه؟ لانه مش هيشتغل هيبقى في ريزيستنس موجوده معانا فلازم تديكريز الويت علشان يشتغل هذا في حالات السي. الفيرونا دايابيتس الاستادي اللي كانت معموله بالترومبيتا ايتال دي قال ايه؟ قال مور ذان 7000 انديفيدوال سفرنج فروم تايب 2 دايابيتس الريسك ديث في خمس سنين اكتر من 3 فول جريتر ذان جنرال بوبيوليشن. الاذر ستادي ريبورت ذات دايابيتس اوبيزيتي سياتوزيس ار اسوسييتد ويز ليفر ديزيز اند مور سيفير فايبروزيس ان كرونيك هيباتيتس سي معانا. مورو ايتال قال لا كارد اوت ان بيشنت سافرينج فروم سيروزس ريفراكتوري اسايتس اون ذا ويتنج ليست اوف ذا ليفر ترانسبلانتيشن ات واز اوبزرفد ذات اتش سي سي اند دي ام بات نوت شالبال وور اندبندنت بريدكتيف فاكتور اور مورتاليتي. ايا كان الشاز سكور بتاعنا ايه لكن وجود هذه الليفر الاتش سي سي والدايابيتس ذات نفسه معايا للناس اللي هو في الويتنج ليست للليفر ترانسبلانتيشن ده كان بريدكتد جود بريدكتد فاكتور للدث راذر ذان تشايلد اي اور بي اند سي. برضه ريفراكتور اسايتس اند دايابيتس شود 1 ل 2 يير بروبابيلتي اوف سرفايفر حوالي 30 او 18% يعني في اول سنه بيبقى 30% ثاني سنه 18%. لكن مع وزود دايابيتس دول مع وزود دايابيتس وصل ل 60 او 58% من السنه الاولى للثانيه. وجود السكر في حد ذاته قلل زود المورتاليتي ليت وما حسنش الموربيديتي معانا.
اهم حاجه برضو زي ما قلنا في الهيباتوجينس بنكمل عليها طبعا هو النوت لايك الهيريديتري او تايب 2 دايابيتس او الانفيرومنتال او الناس اللي هو الفاميليال اللي هم بيبقى موجود. اهم حاجه فيه ان احنا الريتينوباثي والكارديوفاسكولار والرينال كومبليكيشنز معاهم من حسن الحظ انه بيبقوا كويسين مش موجود قوي ما بقاش البروجريس بتاع المايكروفاسكولار كومبليكيشنز الموجوده في الهيباتوجينس بتبقى قليله معانا. السب كلينيكال دايابيتس موجود معانا في زي موجود في السلايد ديت بيبقى اللي هو في الكومبنسيت سيروزس ممكن ما الاقيش حتى اوفر دايابيتس ايفن امبيرد جلوكوز تورانس او حسب كلينيكال دايابيتس. الليفر فانكشن ديتيريوريت الانسنس اوف دايابيتس انكريز برغم ان وجود الليفر فيلير ودي احنا بننساها مع العيانين بتوعنا. بيختلف عن ايه كمان له كاركتر معينه ثانيه الليس فريكوينت زي ما قلنا في اللو ريسك فاكتور از ايج بودي ماس اندكس فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ليست فريكوينت اسوشيتد ويز ريتينوباثي زي ما اتفقنا. الحاجه الثانيه مور فريكوينتلي اسوشيتد ويز هايبوغلايسيميك ابيسودز راذر ذان الاذر تايب اوف دايابيتس. افتكر استاذ الدكتور صلاح الشريف واستاذ الدكتور خالد علقوا على حته الهايبوغلايسيميا دورينج سيرجري اور انت هايبرجلايسيميا دورينج سيرجري الناس دي بيبقوا سسبتبل للهايبوغلايسيميا اكتر من اي حد تاني. سو الفارماكولوجيكال ثيرابي بتاعنا لازم احط عيني على الفاستنج احط عيني على الهايبوغلايسيميا احط عيني على البريبرانديال في الناس ديت ما تبقاش زي اي حد تاني. هاف اوف ذا بيشنت لقوه برده تاني تبع الفيرونا هاف اوف ذا بيشنت هاف مالنيوتريشن تحتها 100 خط افتكر استاذ الدكتور محمد عبد الروف حكى لنا الحته دي. كلينيكال دايابيتس دايجنوزد البيشنت هاز ادفانسد ليفر ديزيز لا ده انا كمان لا ده انا اما يبقى اوفرت الدايابيتس عندي وجاي لي في السيمتوماتولوجي بتاع كلاسيك سيمتومز بتاعته للاسف الشديد بيبقى الليفر فانكشن بتاعته وصلت لمرحله ما ينفعش اعمل معاه حاجه او اتعامل معاه زي الدايابيتك العادي. ابيسودز اوف هايبرجلايسيميا زي ما اتفقنا دي مهمه بعيد الكلام ده تاني انا شايف في جونيور ستاف موجودين معانا. اللايف ستايل موديفيكيشن طبعا ده اي جايد لاينز في الدنيا بتبتدي باللايف ستايل موديفيكيشن والدايت والحاجات دي. اللايف ستايل عباره عن دايت واكسرسايز هل ينفع مع البيشنت قد اكسرسايز؟ طب لا مش هينفع طبعا لحاجات كتير جدا لو وصل لادفانسد لان الماسل ماس بتاعته بتبقى قليله هيشتغل ازاي؟ طب احنا بنحاول نعملها بحاجه ثانيه لما جه الذكرى اللي هو الباسيف اكسرسايز اللي هو الباسيف اكسرسايز اللي هو بالبلدي التدليك التمرينات الحاجات دي الكلام ده دي طبعا مع ويل تريند نيرس. الحاجه الثانيه المالنيوتريشن مشكله المالنيوتريشن في الناس ديت الابزوربشن تدي بروتين عشان تزود البالك ولا تدي بروتين عشان خاطر الانكيفالوباثي اللي هيحصل ولا ده كلام دي بيس طبعا وافتكر الدكتور محمد عبد الرؤوف هيتكلم في الحته دي. الهايبوغلايسيميك دراجز البايجونايز طبعا ما زالت هي طبعا هي الاولى في كل حاجه بس خوفهم في الادفانسد ليفر سيروزس ان هو نسبه اللاكتيك اسيدوزس معاهم هتبقى عاليه هو مش كونتر اندكيتد لانه حاجه لا كونتر اندكيتد هنا او بستخدمه بحذر هنا مع المرضى دول عشان مشكله في الادفانسد سيروزس عشان اللاكتيك اسيدوز بس ما زال البايجونايز بيستخدم في الايرلي فيزز معانا ده ايفن بيحسنها. حاجة الثانية المهمة جدا الالفا جلوكوسايديز انهبيتورز اللي شوية يتشال وشوية يتحط لكن الهيباتولوجيست والجاسترونترولوجيست بما انها احنا في محفلهم وفي ضيافتهم هما بيحبوا هذا الدراج لحاجات كتير جدا عشان انترفيرنس بتاع الابزوربشن بتاع الجلوكوز فبيعمل الدايرية بيغير البي اتش بتاع الكلام ده فبيحسن الانكيفالوباثي او الكرونيك انكيفالوباثي اللي هو الموجود مع البيشنت دول. مشكله الالفا جلوكسايديز انهبيتورز ان هو في الايرلي فيزز اول ما بستخدمه بيحصل سلايت انكريز في الانزيمز. بديله فرصه لسلايت انكريز في الانزيم ده سلايت انكريز يعني ما يتعديش الدبل فولد. وانس انه عدى الدبل فولد بوقفه فورا او لو هذا السلايت انكريز بقى بيرزيستنت اكتر من 3 شهور حسب الجايد لاينز ما بتقول حسب ما انا بشوف الاي 1 سي في الزياره الثانيه بتاعتي ايه بتاعته ليا ايه از دبرج انترنس معايا هيبقى لازم بيوقف فورا معايا او عمال يزيد الانزيمز معانا. دي انا قلتها الفايده بتاعته. التيزيديز طبعا هيباتوجينس دايابيتس وزاد كومبليكيشنز او دايابيتس ليفر الليفر طبعا الدراج تشويس حسب الاداء وحسب الاي اس دي اللي هو البايو جلوتازون لكن بظهور الروزي جلوتازون مره ثانيه معايا حضراتكم بعد ما رضت عليه الاستيس ورضى عليه الكلام ده بقى البايجلوتازون ان فيري شو ان 15 مللي جرام وانس ديلي بيحسن هذا النافلد او هذا الاستياتو هيباتايتس وفي نفس الوقت بيحسن لي
السكر معايا. انسولين ريكويرمنتس اه طبعا ممكن قوي احتاجه سبيشال في الادفانسد كيس. وهنا الشورت اكتنج انسولين او الالترا شورت اكتنج اللي هي الانالوج اللي هي الموجوده في السوق زي مثلا النوفو رابيد، سوري بقول اسماء تجاريه عشان خاطر في ناس، بس زي ما قلت في ناس جونيور، زي العلمي بتاع الريسبرو، الجلوزولين، اللي معانا اذا كان ده المفيد قوي معايا في الحكايه دي. السكريتا جوج اللي هنا الشورت اكتنج سكريتا جوج لازم استخدمها. شورت اكتنج سكريتا جوج زي الدامايكرون اللي هو جليكلازايد اند الريبجلينات او جلينايد اللي هو زي النوفو نور، لان ات از هايلي انديكيتد ان ذيس بيشنتس، لان دول بيحصل عندهم بوست برانديان للاسف بيبقى الفاستنج عندهم بتظبط وبيحصل عندهم البوست برانديان هايبر جلايسيميا. فانا محتاج حاجه شورت اكتنج انها معناها وين انديكيتد دراجز، فيفضل هذه المجموعات. وين انديكيتد انسولين يفضل الشورت اكتنج انسولين اللي هو الانسولين انالوج. المفاجاه طبعا الثانيه ان هو ليفر ترانسبلانتيشن بيحسن هذا الدايابيتس وبيحسن هذا الميتابوليك درانجمنت اللي هي الموجوده معانا. الفيوتشر طبعا نتمنى ان هو الرول بقى في ايزوليتد اوف تايب 2 ده اللي نتمنى بقى ان احنا الانتجريشن، بما ان المؤتمر مالتي ديسيبليناري ومالتي انتجريتد واقسام كلها داخله مع بعضها ايفن حتى في نفس الاسم الواحد، نتمنى طبعا ان هو الجينيسيس في كرونيك ليفر ديزيز اند ذا فاكتورز انفولفد امباكت اوف هيباتوجينس دايابيتس على السيروزز والاوت كام بتاعنا، الامباكت اوف ايرلي دايجنوزس اند تريتمنت اوف هيباتوجينس دايابيتس ثرو الاورا جلوكوستيرونز كيرف and to reduce the mortality بتاعتنا، the benefits of controlling of diabetes is the management of complications، the mechanism by which hepatogenous diabetes is still unknown طبعا ازاي هنوصل لهذا، the establishment clearer guidelines for management of diabetes، لان للاسف ان الامريكان دايابيتس والاي دي ال في الاخر عدد لها اللي هو 2014 ما زالت مش حاطاه سبيشال انتايتي خالص زي الجستيشنال دايابيتس تايب 1 تايب 2 سكندري او برايمري وسكندري تايب 1 تايب 2 ولا عمليه الجستيشنال لوحده. اتمنى احنا بما ان احنا في مجتمعات شرقيه في مجتمعات فيها هذه المشكله الكبيره بين الليفر والدايابيتس يبقى ان احنا الاون جايد لاينز وجود طبعا الاساتذه الافاضل في الجاسترونترولوجي والاساتذه الافاضل في الدايابيتس والاندوكراين. عند فاينلي مستر تشيرمان ليديز اند جنتلمان ثانك يو.